بسم الله الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات المرحلة الثانوية العامة، مرحبا بالصف الثالث الثانوي على مستوى الأستاذات لشرح تبسيط قواعد اللغة الإنجليزية. إن شاء الله مستمرين معاك في حل مجموعة المنهج بتاعك لعام 2022 من كتاب جيم لعام 2022. مستمرين على الوحدة الرابعة، الدرس الأول والثاني. إن شاء الله النهاردة إن شاء الله الجينيكس أساس بتاعتها بداية عن صفحة 183. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نبدأ بمشوفوز. بتقول لك experts say that eating healthy food can، يقول الخبراء أن تناول الأطعمة الصحية يمكنه إيه؟ وجاء فراغ memory، الذاكرة، and concentration، والتركيز. يعمل إيه؟ remove، يزيل، improve، يحسن، prove بمعنى يثبت أو يبرهن على، و approve بمعنى يستحسن. هنقول improve بمعنى يحسن. إجابة واحدة صحيحة في الجملة رقم واحد. هنبقى اللي فيها the doctor gave the child medicine to ease his، الطبيب أعطى للطفل دواء علشان يخفف his إيه؟ after he fell off his bike، بعد ما وقع من العجله بتاعته. اداله ايه؟ disease، مرض، ولا اداله process، عمليه اجرائيه، ولا اداله pain، الم خفيف. وده بيبقى الم خفيف ومفاجئ وبيكون يعني نتيجه لشيء معين، زي مثلا ما وقع من العجله ده بيبقى الم مفاجئ. ولا هانجر، جوع، هنقول pain بمعنى الم مفاجئ. اجابه هي صحيحه، يبقى الدكتور ادى للطفل دواء يخفف الالم المفاجئ اللي حصل بيه، اللي شعر بيه لما وقع من العجله. ابتدى بقول لك فيها ماي فريند سجستد تيكينج ان اسبرين، صديقي اقترح ان انا اخد اسبرين يعني قرص اسبرين، تو ريليف ماي، علشان اخفف ايه اللي انا شاعر بيه. ايك معناها الم مستمر، ودي اللي بنستخدمها ماشي في الاسماء المركبه التي تعبر عن بعض الامراض والالام، زي ما اقول ايه مثلا، زي مثلا دي هيريك اللي هي هيد ايك اللي هو الم الراس، الورعي الصداع، عندك ممكن اقول ايه باك ايك اللي هو الم الظهر، لما اقول ستومك ايك اللي هو الم المعده. يبقى اذا ايك معناها الم مستمر، ودي زي ما قلنا بتستخدم في الاسماء المركبه لبعض ايه، لبعض الامراض او الالام. تمام، مختلفه عن بين اللي لسه واخدينها في الجمله رقم 2 التي تشير الى الم مفاجئ. يبقى ايك بيبقى الم مستمر، لكن بين الم مفاجئ. المهم نرجع للجمله بتاعتنا ونقول ان صديقي اقترح ان ناخد قرص اسبرين علشان اخفف ايه؟ ايك الالم المستمر. طب الالم المستمر بتاع ايه؟ ولا اوبريشن عمليه جراحيه، ولا تيومر اللي هي من ضمن الامراض، ولا بعد كده التيومر اللي هي بيقولوا عليها التورمات والحاجات زي كده، ولا بياخد هيديك اللي هو الصداع. لا، هيديك، هو خد اسبرينه ماشي علشان يخفف الصداع اللي عنده. اجابتنا في الجمله رقم 3. أربعة بيقول لك فيها دكتورز وارن اس ذات، الأطباء بيحذرونا من إيه؟ جاب فراغ، كان ليد تو سيريس ديزيزز، يمكن له أن يؤدي إلى أمراض، وهذه الأمراض خطيرة. إذا بيرن أوت الإنهاك الشديد في العمل، ولا ريلاكسيشن الاسترخاء، ولا إنجري اللي هو الجرح أو الإصابة، ولا أوفر دوس اللي هي اللي بيقول عليها جرعة زيادة، ودي في الأدوية والحاجات دي. لا، بيرن اوت الارهاق الشديد جدا في العمل او الانهاك الشديد جدا في العمل، ده ممكن يؤدي الى امراض خطيره. الجمله الخامسه بيقول لك فيها some people work such long hours that، بعض الناس بيشتغلوا ساعات طويله لدرجه ان they may suffer from، ممكن يعانوا من ايه؟ ستريس، ضغط عصبي، ولا بريس اللي هي الصحافه، ولا ريليف اللي هو بيقولوا ايه يعني الواحد كني ومفيش حاجه على عاتقه يشعر بالاسترخاء والحاجات دي، ولا ثلث العطش. لا، بيشعر الانسان بستريس الضغط العصبي لو هو بيمارس اعمال كتيره جدا وبتكون طبعا ضغط عليه. نتحرك مع جمله رقم 6 بيقول لك فيها ذا disabled young man، الشاب اللي عنده اعاقه ماله، is in need of someone who can، محتاج لحد يعمل له ايه بقى؟ care of him. care of him بمعنى يعتني بيه. طيب انا عايز حاجه تنفع مع كير، فاهم؟ ايه الفعل اللي يناسبها؟ دو كير، ولا ميك كير، ولا تيك كير، ولا جيف كير؟ عندك صيغه اسمها تيك كير اوف بمعنى يعتني بيه. اجابتنا الواحده الصحيحه في الجمله رقم 6. سبعه بقول لك فيها اي فيري بور تكنيكال، انا لدي ايه؟ تكنيكال بمعناها تقني. تمام، وبور هنا مش معناها فقير، معناها سيء يعني. طيب وهنا خلصت الجمله. Could you help me fix my computer؟ ممكن تساعدني ان احنا نصلح الجهاز بتاعي، الجهاز الحاسب الالي يعني. طيب skulls دي معناها جماجم، جمع جمجمه. terms اللي هي كلمه ترم، جاي الترم اللي هو نصف سنه والحاجات دي. methods بمعنى اساليب او طرق، و skills بمعنى مهارات. هاخدها
سكيلز مع مهارات، عشان تاخد مع كلمه تكنيكال بمعنى تقني او فني، عايز اقول له انا عنده مشكله ان مهارات التقنيه بتاعته او الفنيه بتاعته ضعيفه، ولذلك هو محتاج حد يساعده في تصليح جهاز الكمبيوتر بتاعه. تمام. اقول لك فيها دكتورز اند نيرسز، الاطباء والممرضين او الممرضات، تنفع كده تنفع كده. should learn to control their، لازم ان هم يتعلموا او ماشي يتعلموا في ان هم يضبطوا ايه، يتحكموا في ايه، their كذا in order to work perfectly، عشان يشتغلوا بطريقه تمام. نقول education تعليم وتربيه، emotions عواطف، stuff اللي هي العمل، و gifts معنى منح او عطايا، emotions هم محتاجين يعملوا control على emotions بتاعتهم، على عواطفهم، عشان يقدروا يتعاملوا مع المرضى في حالاتهم الخطيره. تسأل ولا فيها our mother wants a new bag، ماما بتريد حقيبة جديدة، ماشي شنطة جديدة. what about a father for help، ماذا عن كذا الأب لي النصيحة المساعدة. يبقى انت كده بتقترح ان انت تسأل او تطلب من الأب النصيحة او المساعدة. what about من الصياغات اللي هي معناها بالعربي، اولا ماذا عن، محتاجة وراها جراند يعني مصدر زائد ING، يبقى تقول مصدر مش تنفع، تو اسك خطأ، اسكن في شكل جراند اهي، اسك مصدر او مضارع بسيط، واسك ماضي بسيط. احنا قلنا عايزين ايه؟ قلنا عايزين الجراند، وده متحقق في اسكينج اجابه وحيده صحيحه. جمله رقم 10 بيقول لك فيها I missed the meeting in اسيوط، انا فاتتني او فاتني الاجتماع اللي كان في اسيوط. تمام، ايوه خلاص كده، يبقى الاجتماع فات وخلصنا. تمام. I كذا ان ايرلير تن، بقول او كده، بقول ايه؟ لا انا كان لازم اخد قطر بدري عن اللي انا سافرت فيه. يبقى هو هنا هو بيلوم نفسه على الحاجه اللي كان المفروض بيلومها على الحاجه اللي كان المفروض تعمل بس ما اتعملتش. يبقى يقول شود هاف كود، كان يجب ان الحق وما لحقتش، ولا شود انت هاف كود، ما كان يجب ان الحق بس لحقت، ولا نيد انت هاف كود، ما كان يجب ان الحق بس لحقت، يعني ما كان يجب ان افعل كذا بس عملته، ولا ماست انت هاف كود. ماشي، اللي بيتكلم في فكره ايه التاكيد بيقول له ايه، ماست انت هاف كود، واخده فكره ايه ما يشبه الاستنتاج في الماضي بي ماست، لا يبقى احنا هنقول ايه شود هاف كود، انا كان لازم، وهو طبعا ما عملش ده، انا كان لازم اخد قطر بدري عن كده شويه بس هو ما اخدش. نتحرك لجمله رقم 11 واللي بيقول لك فيها فراغ الاول وبعد كده باي ا نيو كار وعلامه استفهام، باي ا نيو كار وعلامه استفهام يعني يشتري عربيه جديده. طب ايه دي؟ يورز اولويز بريكس داون، بيقول يا عم ده بتاعتك انت كل شويه تعطل. يبقى اقول له هاو اباوت، لا هاو اباوت محتاجه اراها جراند، وده الفعل في المصدر. طيب واي دونت يو، ممكن، طب اصبر شويه لربما يكون في حاجه ثانيه افضل منها. وات اباوت زي ما هاو اباوت ما نفعتش، وات اباوت ما تنفعش عشان دي محتاجه جرند، محتاجه جرند مش متحقق. طب ليتس دي ما فيش محتاجه سؤال، يبقى من اللي فاضل واي دونت يو، بعد كده فعل في المصدر وده متحقق ثم علامه الاستفهام. اجابتنا راح تسعيها في جمله رقم 11 واي دونت يو، انت ليه ما تعملش كده؟ انت ليه ما تشتريش عربيه جديده؟ يا عم عربيتك خلاص بقت بتعطل كل شويه. 12 بدأ الفراغ اللي فيها for a picnic لنزهة or visiting the museum، أو زيارة إيه؟ أو زيارة المتحف. خد بالك من or جاي وراها إيه؟ جاي وراها جيراند يا فندم. يبقى أنت تحافظ على الصياغة دي. يعني إيه يا مستر حافظ عليها؟ يعني جيب حاجة هنا ينفع يكون فيها جيراند عشان تحافظ على الجيراند ده. طيب we could go ما تنفعش عشان علامة استفهام. let's go ما تنفعش عشان علامة استفهام. فاضل إيه؟ How about going? You should go. You should go ما تنفعش عشان علامة استفهام. مين الفاضل؟ How about going؟ حققت لي أكتر من حاجة. أولاً حافظت على السؤال ودي علامة استفهام. حاجة تاني، الجرند هنا هو خدمني مع الجرند اللي هنا هو. 13 بقول لك فيها It's getting cold، الدنيا عمالة تبرد. طيب We wear our jackets. إحنا كذا الجاكيتس بتاعتنا. يبقى دلوقتي الدنيا بتبرد دلوقتي. هو بيتكلم عن اللي عدى، عايز يقول يا ريتنا كنا جبنا الجاكيتس بتاعتنا. يقولها بشود انت هاف بروت، ما كان يجب ان نفعل بس فعلنا، ما كانش لازم نجيب الجاكيتس. لا بالعكس ده هو ما جابهاش، بيقول يا ريتنا كنا جبنا. طب نجيبها بماست هاف بروت ده استنتاج، ولا نجيبها بشود هاف بروت كان يجب ان نفعل كذا بس ما عملناهوش، ولا ليتس برينج اللي بيقول لك لسه دوب سجستشن. لا وي شود هاف، كان يجب ان نجيب معانا الجاكيتس بتاعتنا بس ما جبناهاش. نتحرك لجمله رقم 14 ومعاها كمان نشوف رقم الصفحه واللي بدا بفرق هاني اور فيزيت هيم تو انفايت هيم تو اور بارتي. طيب ماشي، هاني او ان احنا نزوره. طيب ماشي يا سيدي، ادي فيزيت الفعل في المصدر، جميل جدا.
طيب ماشي، يبقى احنا محتاجين ايه؟ نحافظ على الفكرة دي، ان انت تجيب صيغة من اللي تحت ليها علاقة بالسجستشن، ويكون الفعل ينفع يكون محافظ على انت ان الفعل ده يفضل في المصدر. طيب نقول ايه؟ وي كود فون، معناها يمكننا ان نقوم بفعل كذا، ان احنا نتصل يعني. طب وهاو اباوت فونينج؟ هاو اباوت فونينج مش هتنفع، لان ده مش سؤال، ده جملة، يبقى دي كده مش هتنفع. وات اباوت فونينج برضه مش هتنفع، عشان دي جملة مش سؤال. هاف يو كونسيدر فونينج برضه مش هتنفع، عشان برضه سؤال وده جملة. يبقى مين الفضلة؟ وي كود فون حققت لي حاجتين. أول حاجة إن هي صيغ السجستشن في جملة مش سؤال، أهي النقطة. تمام. الحاجة التانية إن استخدام الفعل فون في المصدر عشان ده كود أهي، قدرت أحافظ على فيزيت هنا. وأنت عندك كمان من ضمن صياغات السجستشن، أنت ممكن تستخدم ضمير مع كود خلاص كده، واقتراح أو اقتراح تاني، ممكن نتصل أو نزور أهي، كذا أور كذا أهي. 15 بيقول لك فيها اتس تو كولد ان هير، الدنيا هنا برد جدا، يعني برد لدرجه لا تحتمل. طيب يو ايه بقى ذا ويندو؟ بيقول له انت ما كانش لازم تفتح الشباك، ده الدنيا بردت يا عمي. يقول له ماست هاف اوبن، ده استنتاج في الماضي بقوه الوقوع. ولا شود اوبن، نصيحه بانه يعمل دلوقتي. ولا شود هاف اوبن، كان يجب انه يفتح الشباك بس ما فتحوش. ولا شود انت هاف اوبن، ما كان يجب ان يفتح النافذه ولكنه فتحها. هي دي بدليل ان الدنيا بردت، واحمد الدنيا بقت برد جدا. لا لا لا، كانش لازم تفتح الشباك. الصيغه المناسبه ليها هي shouldn't have opened. اجابه صحيحه في جمله رقم 15. 16 بقول لك فيها don't think much، ما تفكرش كتير يا عم. we can go to Spain or Italy for our holiday. بقول له والله احنا ممكن نروح هنا او هنا. ادي اور كذا، واحنا ممكن ان احنا نروح المكان الفلاني او المكان التاني اللي هو اسبانيا او ايطاليا. يقولها له وي شود هاف فيزيتد، كان يجب ان نزور بس ما زورناش، ده ماضي يا عم. كود فيزيت، يمكن ان نقوم بفعل كذا. ولا كود هاف فيزيتد، كان من الممكن ان نفعل كذا في الماضي بس ما احنا ما عملناهوش. ولا شود بي فيزيتد، شود بي فيزيتد فيها صيغه المبني المجهول. لا انا هاخد كود فيزيت، بقول لك احنا يمكننا، ودي طبعا تعتبر واخده شكل السجستشن، ولا والله احنا ممكن نروح نزور اما اسبانيا او ايطاليا في فتره الاجازه. نتحرك مع الصفحة الجديدة اللي هي صفحة 184 علشان نلاقي عليها السؤال رقم 17 واللي فيها which of the following is correctly punctuated. مين الجملة اللي جاية البنكشويشن بتاعها سليم؟ تعال نجيبها بالراحة. أولا الجملة اللي قدامك دي عبارة عن جملة حد قالها. مين الحد ده؟ علا. بيقول لك إيه؟ I don't know when he will arrive. دي الجملة، واللي قالها مين؟ علا. طيب علشان يكون عندك جملة مقتبسة يا شباب تعمل لها إيه؟ بص يا سيدي، تحط الجملة ما بين تو انفيرتد كوماز، يعني ادي كوما اهي وادي كوما اهي، ماشي خلاص كده تمام. دي تو انفيرتد كوماز، كومتين معكوستين هما في الاول وفي الاخر. طيب ايه كمان؟ بتحط كوما، شايفها اللي جايه بعد الجملة على طول بعد كلمة ارايف، شايفها؟ وبعد كده تكتب سد، وبعد كده تجيب الاسم وتحطه في الستوب. تمام، خلي بالك ان السد هنا هو بحرف سمول، مش محتاجة كوما قبلها، مش محتاجة كوما قبلها، خلاص كده. يعني ما تعملش كوما هنا قبل دي، لا الكوما تكون جوه التو انفيرتد كوماز وفي نهايه الجمله، يبقى كده الجمله دي البنكشوشن بتاعها سليم. تمام، تعال روح اللي بعدها. بص يا سيدي، اي دونت نو وين هي ويل ارايف، حلو خالص، ادي تو انفيرتد كوماز صح موجودين تمام اهم. لكن عمل غلطه ان هو حط ايه؟ حط علامه استفهام، شاف علامه استفهام دي غلط، يبقى علامه استفهام غلط. وبعد كده عمل غلطه تاني ان جاب لك سد بحرف كابتن وعمل علا بحرف سمول، يبقى شوف كام غلطه ورا بعض، اكتر من غلطه اهي، شوف كل دي غلطات ورا بعضها. طيب يبقى كده دي خلاص كده غلط. اللي بعدها اي دونت نو وين هي ويل ارايف، ماشي عمل تو انفيرتد كوما الصحيحه هم، لكن عمل فول ستوب وبعد كده عمل كوما بره، اهي شايفها الكوما اللي بره دي؟ غلط، الكوما اللي بره دي غلط خالص، عكت الدنيا خالص دي. تمام، وبعد كده عمل لك سيت بحرف سمول، مش مشكلة، علا بحرف كابتن، لكنها الغلطة لسه متحققة هنا. تعال نروح لأخيرا. I don't know when he will arrive، ماشي عمل تو انفيرتد كوما زي الفل، وبعد كده عمل كوما صغيرة، كوما بعد الجملة هنا ماشي زي الفل، لكن عمل لك الاس كابتل بتاعت سيد، ده غلط، الحتة دي غلط. كده هنلاقي الجملة الوحيدة الصحيحة، شوف الغلطات تحت بعضيها، عكت قوي قوي، هنلاقي الجملة الوحيدة اللي كانت صيغتها سليمة، أول واحدة اللي البنكشوشن بتاعها سليم، هناخدها اجابه.
نتحرك يا شباب مع جملة رقم 18 بيقول لك فيها which type of essays are ايه نوع الاساي with this topic sentence best go with، اللي الجملة دي اللي بيقول عليها جملة الموضوع اللي تنفع معاه ايه الجملة؟ بيقول لك the Himalayan mountains، جبال الهيمالايا، are the tallest mountains in the world، اعلى قمم جبلية في العالم. تمام ماشي. المقال ده descriptive وصفي بيوصف، ولا expository تفسيري بيفسر حاجة، ولا narrative روائي بيحكي قصة، ولا persuasive إقناعي؟ لا ده descriptive وصفي بيوصف، بيوصف جبال الهيمالايا بأنها أعلى جبال في العالم. 19 بقول لك فيها the most important thing in writing an essay is to، أهم حاجة في كتابة المقال إيه يا شباب؟ إنك أنت تعمل إيه؟ إنك أنت count the words written in it، تقعد تعد الكلمات، ولا get the required number of paragraphs، إن أنت تعمل الباراجرافز المطلوبة، ولا write a well developed essay and make it interesting، إنك أنت تكتب مقالة منضبطة ومتطورة تطور طبيعي وكمان مشيقة والدنيا دي، ولا آخر حاجة write very long sentences، تكتب جمل طويلة and paragraphs وparagraphs طويلة. لا، المهم في الباراجراف في الإيسي إن هو يكون well developed and make it interesting. إجابة صحيحة في جملة رقم 19. ننتقل شباب دلوقتي للقطعة اللي جاية مع جينكس السايز، الدرس الأول والثاني من الوحدة 4، بتتكلم فيها عن الصدمة التي قد يتعرض لها الإنسان عندما لا تتحقق توقعاته من شخص معين في أداء أفعال معينة. يعني الواحد بيبقى مثلا حاطط أمال أو توقعات إن شيء حد معين سوف يقوم بتحقيق أشياء معينة، لكن ده ما بيحصلش. طيب هنا لما بيحصل الحكاية دي الشخص بيحصل له صدمة إنه التوقعات اللي هو كانت في ذهنه ما وصلهاش، لكن في مشكلة. المشكلة إنه هو بيخشى مواجهة هذا الشخص بالإهمال اللي عمله أو التقصير اللي خلاه ما حققش اللي التوقعات المرجوة منه. وبدل الإنسان ده ما بيعمل المواجهة دي مع الآخر، بيواجه بيها نفسه وبيحاول ينفذ غضبه وزعله في نفسه، والحكاية دي مش هي الحل. ليه؟ لأنها بتؤدي إلى مزيد من التوتر والضيق والضجر والحاجات دي. طيب هنا نقطة مهمة بيفت ليها النظر الكاتب، بيقول إن مهم جدا ناخد بالنا من نقطة يا شباب، إن الإنسان دايما عنده حاجة اسمها سيلف إيمج. سيلف إيمج اللي هو شكل الواحد قدام نفسه زي ما بيقول. الإنسان من الناس الكائنات الحريصة، بيسميه حتى كاتب بيسميه إيه؟ سيلف كونشس بينجز. الإنسان بيسمي الإنسان إن هو إنسان مهتم جدا بذاته، وبأنه مهتم بذاته بيكون حريص جدا على وضعه وشكله أمام الآخرين وأمام نفسه. وبالتالي الانسان، بالتالي الحكايه دي بتعمل له مشكله زي ما قلنا في التعامل مع الامور ومواجهتها، وده بيخليه يخاف يواجه الاخرين بسوء ادائهم علشان علاقته بيهم ما تتوترش. لكن الكاتب بيقول المشكله هنا هو ان عدم مواجهه الامور بتؤدي الى تعقيدها اكتر بدل ما تحلها. ولذلك بيقترح الكاتب ان علشان يتم مواجهه الامور بطريقة فعالة يجب أن يكون هناك تنظيم، عملية متوازنة في الحوار اللي انت هتديره أو اللي هتقوم بإدارته مع الأشخاص بسبب التوقعات اللي تحطمت. لازم يكون في هذه المواجهة شرح وتفسير للأفعال اللي تمت من الأشخاص دي أدت إلى الفشل أو إلى عدم تحقيق هذه التوقعات المرجوة. تمام، وده كمان بنقول له احنا كنا عايزين منك ايه بس انت ما عملتوش. ننتقل للأسئلة اللي جاية على القطعة، بنوضحها قدامك وكمان معاها نشوف رقم الصفحة، دي نقطة مهمة، ونشوف أول سؤال بيقول لك فيها The best title to the passage is، أفضل عنوان نحطه المقالة ده هي The importance of confrontation in solving problems، أهمية مواجهة المشكلات لحلها. شباب المشكلة تتحل تتواجه مش تتساب. واحد يقول لك فيها What happens when our expectations are not met، اللي بيحصل لما الإنسان يلاقي توقعاته من حاجة ما تحققتش، وي فيل ابسيت اند هيرت، بنشعر بالحزن والتأذي. نرجع لك فيها people fear confrontations because، الناس بتخاف من المواجهة. ليه يا شباب؟ confrontations damage their self image، لان لما بيعمل مواجهة ده ممكن يحطم عنده الصورة الذهنية اللي عاملها لنفسه زي ما بيقول. نتحرك مع صفحة 185 وعليها الجملة رقم 23، دي برضه على القطعة people don't succeed in solving the problems because of، الناس مش بتنجح في حل مشكلاتها. ليه يا شباب؟
their style of confrontation، أسلوب المواجهة، يعني هو بيواجه الأمور بطريقة خاطئة، ده اللي بيخليه ما بينجحش. 24 بيقول لك فيها confrontations are important because المواجهة مهمة جدا. ليه يا شباب؟ لأنها بتعمل لي الاختيار دي. They help in resolving issues. بتساعد في عملية حل للقضايا والمشكلات. طب نتحرك مع الجملة رقم 25 دي برضو لسه على القطعة. Our dashed expectations can be resolved through. التوقعات اللي اتدمرت او اتحطمت بعدنا ممكن نعمل لها استرجاع او معاودة لي او محاولة لي ان احنا نحلها او نحققها. ازاي؟ عن طريق الاختيار ايه؟ Organized issue based confrontations، ان احنا نعمل مواجهات قائمة على موضوع او قضية يتم مناقشتها. وزي ما قلنا نعرض فيها احنا كنا عايزين من اشخاص ما عملوهاش، نقول لهم اخطأتوا فين والحاجات دي. سنجرب اللي فيها issue based confrontations، المواجهة القائمة على قضية او موضوع. Are an easier way out because they، طريقة سهلة للخروج من المشكلة او حلها. ليه؟ لانه بيعملوا حاجة مهمة، ensure the rational discussion، بتأكد المناقشة العقلانية. نروح للسؤال الاخير على القطعة وده ياخد رقم 27. the antonym of the word venting، عايز مضاد لكلمة venting. venting معناها تنفيس، ان الواحد ينفس عن انفعالاته والحاجات دي، عكس انك انت تنفس عن انفعالاتك تعمل لها blocking. blocking معناها اعاقة واحتجاز للشيء. ننتقل للترجمة وهنبدأ بالجملة اللي باللغة الانجليزية عشان نحولها لغة عربية، ودي واخدة رقم 28 عندك. بقول لك فيها some people avoid paying a visit to the doctor for common cold and mild fever. الجملة ترجمتها يتجنب بعض الأشخاص some people avoid، تمام. paying paying هنا ترجمها ترجمة حرفية دفع، لا مش دفع، مش دفع مبالغ، لا paying a visit أنا مش معناها دفع مبالغ، معناها زيارة، يبقى كده دي خلاص كده غلط كفاية. طب اللي بعدها يتهرب بعض الأشخاص، وما قالش يتهرب، هو avoid معناها يتجنب مش يتهرب، يبقى ده غلط. في تاني في تاني برضو جاب لي الدفع برضو نفس المشكلة، الغلطة قاعدة. طيب سيبه لك فيه يتجنب بعض الأشخاص دفع أموال، برضو مصر على كلمة دفع، شوف الغلطة اتكررت كم مرة. طب تروح الأخيرة يتجنب بعض الأشخاص some people avoid، حلو خالص، زيارة paying a visit هنا معناها زيارة الطبيب بسبب نزلة برد والحمى الخفيفة. A visit to the doctor for common cold and mild، تمام هي دي فعلا اجابتنا، هناخدها اجابة واحدة صحيحة لجملة الترجمة رقم 28. نتحرك مع 29 ونخليها لزهرة قدامك وكمان معها نشوف رقم الصفحة. بقول لك فيها youth are highly influenced by the celebrities and try to imitate their style to look like them. ماشي. نقول ايه فيها؟ يتأثر الشباب youth are highly influenced، تمام لحد هنا تمام، بشدة بالاحتفالات. كلمة celebrities معناها مش معناها احتفالات، معناها المشاهير. انت كده خلطت بينها وما بين ايه؟ ما بين celebrations. طيب تعال نشوف التانية. يتأثر الشباب بشدة بالمشاهير، تمام كده صح، ويحاولون and try to imitate، وحاول تقليد اسلوبهم، their style to look like، تمام لحد هنا تمام، يبدو مثلهم، تمام. فنبص على التانية، يتأثر الشباب عاليا، فين كلمة عاليا دي جابها منين؟ موجودة فين عاليا دي؟ بيقول لك ترجم كلمة هاي لعاليا، لا انت بترجم كده ترجمة حرفية، لا تمام، ليحبوهم، تمام، لا هم مش عايزينهم يحبوهم، لازم معناها يبقوا شبههم مش يحبوهم. ادي دي ايه حكاية تاني. اللي بعدها بيقول لك فيها يتأثر الشباب بشدة، ماشي، بالمشاهير وحاول تغيير اسلوب، لا هو مش بيغير، مش بيغير اسلوب، تمام كده هتلاقي الاختيار بي هو الاجابة السليمة، علشان كده هناخدها في جملة 29. تتيم بيقول لك فيها لم يكد ينهي الرئيس حديثه الا وصفق يمين حضرته، تمام يا سيدي. بص على الترجمة no sooner ما كاد كذا، حلو خالص، no sooner had the president finished his speech. خد بالك من وين، خد بالك من دي، نو سونر الرابط بتاعها سان مش وين، يبقى حتى لو الصياغه صح الجمله هنا في الحته دي غلط، يعني لو كل الجمله الترجمه صح معنا دي برضو غلط. اللي بعدها نو سونر ذا بريزيدنت هاد، غلط. ليه؟ لان لما تيجي نو سونر بنجيب هاد الاول وبعدين بنجيب ايه الفاعل، يبقى هي دي كده ترتيبها غلط، ترتيب الجمله دي غلط، المفروض دي تيجي الاول ودي تيجي بعدين، ترتيبها غلط خلاص كده تمام. طب اللي بعدها نبص على ثلاثة no sooner did the president، طب ادي did اهي في الماضي مفيش مشكلة، المشكلة ان هو صرف finish خلاها finished، يبقى ادي غلطتين.
كفاية كده غلطات، نروح للجملة السليمة. No sooner had the president finished his speech than all the attendants appealed. وإجابة واحدة صحيحة في الجملة رقم 30. بكده يا شباب يكون انتهى جنرال اكسرسايز اللي جاي على الدرس الأول والثاني من الوحدة الرابعة، لكن إن شاء الله لسه لا يزال لدينا العديد والعديد من تدريبات المنهج بتاعك، شرح للقواعد ومراجعة إن شاء الله على المناهج مع معلم خبير اللغة الإنجليزية مستر يوسف عزت. إن شاء الله تزورنا في المزيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.